رسالتنا واضحة، بلادنا بلا خصها تكون بلد الأمن والاستقرار وبلد التعايش واحترام الاختلاف، بلد التسامح، بلد الضيافة. اليوم ما قام به هؤلاء المجرمون لا تسامح معه. اليوم ماشي أمام نحن لسنا أمامنا جريمة بسيطة، نحن أمام إرهاب منظم مسنا كاملين كمغاربة. اليوم أيضا خصنا نوقف وقفة شجاعة وجريئة وبعقلانية من أجل تجفيف منابع الإرهاب في بلادنا. هذه المنابع فين كاينة؟ كاينة جزء منها في المناهج الدراسية، جزء منها تيتم تمريره من خلال ما يسمى بالأمن، من خلال الإنترنت، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وجزء كبير منها تتمرر عبر ممارسات يومية تدار هنا ولا هناك وتديروها هؤلاء ما يسمى بالشيوخ، بالشيوخ الدين، وهم في الحقيقة هم تجار بديننا الإسلامي السمح. قبل غير في ايام قبل من هذه الحادثه شفنا ماذا قال المدعو الفيزازي على وكفر الناس، شفنا ماذا يقول بعضهم من ما يسمون رأسهم بالرقات وكيف يكفروا للناس. انطلاقا من هذا التكفير وانطلاقا من التحريض على العنف وانطلاقا من تبرير التكفير وانطلاقا من تكفير من تبرير العنف ومن تبرير الارهاب تنطلق الافكار المتطرفه ويتم التسامح مع العمليات الارهابيه. الارهاب اللي مس الارهاب اللي مس بلادنا تمسنا كاملين. اليوم احنا في وقفه تضامن مع بلادنا وفي وقفه تنديد بما عاشته هاد السائحتين، وتنقولها بصوت صريح وواضح: الديمقراطيه في بلادنا وبناء عقل مغربي حر تفكر متنور يبتدئ بتجفيف منابع الارهاب. احنا تنشوفوا شكون اللي وقف هذه الوقفه، احنا تنشوفوا شكون اللي حاضر وشكون اللي غايب، تنشوفوا شكون اللي كاين شكون اللي ما كاينش، وحنا تبعنا التفاعلات، شكون اللي تفاعل في الاول، شكون اللي بقى ثلاث ايام عباش تفاعل، شكون اللي اعتبروا حديث معزول، وشكون اللي اعتبروا على ان هذا الحديث ماشي معزول. هذه عمليه منظمه استهدفتنا كاملين، اما ان نتحد من اجل بلادنا ونهزم الارهاب، اما انه يمكن غدا نلقاو امور اخرى وراه ددونا قالوا لنا بانه غادي تفتح علينا نار جهنم. سنقولها بصريحه بواضح يعني بالواضح: لن نسلمكم وطننا، ولن نصمت على ارهابكم، ولن نستسلم فتاوي تكفيركم وفتاوي العنف والتحريض عليهم اللي تتروجوها. هذه بلادنا وغادي نحميوها بالعقل وبالفكر التنويري، وغنحميوها بالبناء الديمقراطي الحق، وغنحميوها لأننا غادي نكونوا غنقاوموا أفكاركم الرجعية المتخلفة، أفكاركم المساندة للعنف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.